فمن زرع شريعته في أرض المحبة أثمرت حقائق. الله. الشريعة إيه؟ زرع، والمحبة أرض. فمن زرع شريعته في أرض المحبة أثمرت حقائق وحكم وأنوار. هذا طريق الرجال يا عباد الله، هذا طريق قوم قطعوا الليل والنهار بالأذكار يا عباد الله. ومن ثم تيجي بقى المشاحنات والمشاكلات واللي قال واللي عاد، لأن عندنا وقت فراغ طويل، عندنا وقت كبير نضيع فيه وقت، ناس فاضية. قلنا من ضيع الأوقات باللغو لاهيا كمن هدر الدرة النظيمة من العقد. احنا جايين هنا للعبادة، اللي جاي يلعب يقعد في بيتهم. لابد أن تنتبه جيدا أن تصرفك هذا ممكن يصد غيرك عن سبيل الله. وما الليل إلا للمحب مطية وميدان سبق فاستبق تبلغ المنى. دي احنا في سباق مع الزمن وفي سباق مع الوقت. استقيموا يرحمكم الله. سيدنا استقيموا يرحمكم الله. ثلاثة، قلوب الناس الصالحين معتدل على موازن الطاعة، والله يخلع ربنا ذكراك من قلوبهم ولو كنت قديسا تعبد الله في الأرض. ولا تمنن تستكثر. وما لازمتها ايه الطوائق دي بقى؟ بتغشوا الناس؟ ده طريق الرجال يا أخوانا، ده طريق الرجال وكرامتنا في استقامتنا. جاء رجل إلى سيدي عبد القادر الجيلاني وقال له يا مولانا ما شفتش منك كرامة زي اللي بيعملها سيدي فلان وسيدي علان، ده الراجل ده طلع لي في الهواء والراجل ده مشي لي على المية. قال خد يا ابني تعال، عمرك شفت العصر أذن وأنا ما صليتش؟ عمرك شفت رمضان جه وانا ما صمتش؟ عمرك لقيت الناس في الجامع وانا مش معاهم؟ قال له لا. قال له اي كرامه افضل من الاستقامه؟ انتم فاكرين ان الكرامات هتجي لكم منين يعني؟ والانوار هتحصلوها ازاي الا بطاعه الله؟ قولوا نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، تبنا الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على الا نعصي الله ابدا ولا نفرط في الصلاه. أن قلوب العاشقين تعذب وعذابهم راح لهم بل أعذب أبدا. قلوب العاشقين تعذب وعذابهم راح لهم بل أعذب. إن عاينوا وصف الجمال تمايلوا، إن عاينوا وصف الجمال تمايلوا، إن عاينوا وصف جمال تمايلوا، والنار في أحشائهم تتلهب أبدا. قلوب العاشقين تعذب وعذابهم راح لهم بل وصف الجمال، إن عاينوا وصف الجمال تمايلوا، والنار في أحشائهم تتلهب أبدا. قلوب العاشقين تعذب وعذابهم راح لهم بل أعذب. آه إن قد كنت أعزلهم إلى أن زقت ما زاقوا وكنت منهم أتعجب. نار الجحيم مع الرضا
هي جنتي أما النعيم بغيركم لا أرغب. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. أشرقت أنوار محمد فاختفت من البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور.